هل تعمد اللاعبين او طلبتوا من اللاعبين مع نهايه المباراه اضاعه الوقت؟ لا نطلب ابدا من لاعبينا ان يضيعوا الوقت، لا يوجد مغزى من هذا الطلب، فقط قمنا باخبارهم ان يؤدوا ما عليهم وان يستغلوا اللحظات الاخيره للاحتفاظ بالكره والابتعاد عن اي اصابات يمكن ان تحدث للاعبين. ولكن ما نراه في الدوري المصري ما قد حدث من إضاعة الوقت في المباراة الأخيرة، ربما الأمر أثر بعض الشيء، ولكن ما نراه من لاعبينا أن لاعبينا تحلوا بالاحترافية اللازمة ولكن إضاعة الوقت لم تكن في حسباننا، لم نتعمد هذا. أنا أتحدث عن تأثير كبير قام به اللاعبون في خلال المباراة، ولكن لم نطلب من أي لاعب ولم يستلزم الأمر إضاعة الوقت، ولكن وهذه لم تكن خطتنا في البداية. كان هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية. ربما الأمر خرج في النهاية في التعادل، لكن هذه كانت نتيجة فنية بحتة.